النهارده ذكرى رحيل فنان قدم كل اشكال الفن، قدم الاكشن وقدم الكوميدي وقدم الدرام، قدم كل حاجه. الفنان طبعا انور وجدي توفى في سنه 55، وكان واحد من عمالقه صناعه السينما المصريه والاخراج ايضا في الاربعينيات. طبعا صاحب مواهب متعدده، فضل متصدر افشات الافلام لسنين كتيره جدا باعتباره فتى الشاشه الاول زي ما بنقول، ومكتشف عدد كبير من النجوم. طبعا من اشهرهم كانت الطفله المعجزه فيروز. تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان أنور وجدي الذي توفي في 14 مايو عام 1955، وكان أحد رواد صناعة السينما المصرية والإخراج في الأربعينيات وصاحب المواهب المتعددة، وظل متربعاً لسنوات طويلة على عرش الفن، فتصدر أفيشات الأفلام لأعوام كفتن أول ودون جوان، ومكتشف عدد من النجوم من أشهرهم الطفلة المعجزة فيروز. ولد الفنان أنور وجدي في حي الظاهر بالقاهرة، وهجر والده يحيى وجدي الفتال من سوريا إلى مصر لأسباب اقتصادية، وتزوج من سيدة مصرية أنجب منها ابنه أنور الذي اختار لقب وجدي لكي يقترب من قاسم وجدي المسؤول عن الممثلين الكومبارس حينما كان يعمل بالمسرح. يظهر إن عقلك اللي تعبان مش قلبك. على كل حال أنا هحولك بكرة على مستشفى المجازيب علشان يعالجوكي. ليه؟ أنت فاكرني مجنونة؟ أمال عقلة؟ في واحدة عقلة تقوم بالليل وتنط بالشباك وتيجي الواحد ظابط في مكتبه وتعرض نفسها وتعرضه لإشكالات وفضايح؟ كان أول ظهور للفنان أنور وجدي حينما قام بدور ضابط روماني صامت في مسرحية يوليوس قيصر، وكان أجر أنور وجدي وقتها 4 جنيهات شهرياً، مما مكنه من الاشتراك في أجر غرفة فوق السطح مع زميل كفاحه الفنان عبد السلام النابلسي. وأثناء ذلك كتب بعض المسرحيات ذات الفصل الواحد لفرقة بديعة مصابني مقابل 2 أو 3 جنيهات للمسرحية، وعمل في الإذاعة مؤلفاً ومخرجاً، وقدم بعد ذلك مواقف خفيفة مسرحية من إخراجه، وكتب نصوصاً وقصصاً نشر بعضها في المجلات الصادرة في تلك الفترة. تعرف المخرج محمد كريم على أنور وجدي نتيجة علاقته بيوسف وهبي، فاختاره لدور صغير في فيلم العزيمة، ولمع أنور في الدور ولفت الأنظار ليقدم بعده بطولة فيلم قضية اليوم مع قيل راتب، وبسبب هذا الفيلم أطلقت الصحافة عليه لقب الفتى الأول، وارتفع أجره إلى 3000 جنيه في الفيلم، وأصبح قاسماً مشتركاً في معظم الأفلام المصرية، فقدم ما يقرب من 100 فيلم حتى أصبح أحد صناع السينما تأليفاً وتمثيلاً وإخراجاً وإنتاجاً. لا مش عارف، قول أنا مين؟ أنت يوسف. يوسف ليلتك مهببة، ليلتك مطينة، انت يوسف بتاعك ده. تفوق أنور وجدي في فيلم غزل البنات كمنتج ومخرج وممثل، ليصبح من أشهر أفلام السينما المصرية الذي جمع أشهر النجوم مثل نجيب الريحاني وليلى مراد ومحمد عبد الوهاب ويوسف وهبي. أصيب أنور وجدي بمرض نادر أفقده البصر، ورحل عن عمر 51 عاماً أثناء سفره للعلاج في السويد عام 1955. وحيد، أنت كل أمالي. أنا هكون عبدك طول حياتي. فني وشهرتي ومجدي كله ضحيته في سبيل السعادة الزوجية اللي كنت بحلم بيها. مصر كلها بتحسدني.